تعالوا نشوف زكية زكريا عملت ايه في محطة البنزين النهاردة. تيجي نشوف. بص يا عباس، المفاتيح اهي، هتاخدهم تفتح الخزنة وتطلع 4800 جنيه وتديهم للراجل، اوكي؟ انا رايح لغاية اول دمنهور. امسك. ايه ده؟ خبر المفتاح وقع في التانك. وقع في تانك العربية هنا؟ ايوه مدام. يا دي المصيبة. طب الراجل ده ذنبه ايه بقى صاحب العربية دي؟ هيعمل ايه بقى في النصيبة اللي هتحصل دي؟ يعمل ايه فيها يا مدام؟ اخصى عليك يا عباس، اخصى عليك. في دي تربيتي؟ في ايه حضرتك بس في ايه؟ اخصى عليك. ايه اللي حصل بس في ايه؟ هنضطر نبعت لسيد انتريه بقى يجي يفك التانك. تانك مين اللي هيتفك؟ التانك بتاع حضرتك. تانك العربية دي سعادتك؟ اه ما هو لازم حضرتك. مين اللي هيفكه؟ سيد انتريه. أم حدش هيمد ايده على العربية؟ لا ده لازم يتفك، لأن دي مفاتيح الخزنة. أنا مالي وحضرتك لو حصل أي سرقة أو أي نصيبة يبقى أنت حضرتك السبب فيها. سرقة إيه يا مدام وأي مصيبة إيه؟ سرقة إيه اللي حضرتك بتتكلمي عليه؟ مش دي المفاتيح بتاعة المكان؟ وأنا مالي ومفاتيح المكان؟ وأنا اللي حطيتها في التانك ولا اللي بيشتغل عند حضرتك ده؟ وقعت في التانك غصب. اخصى عليك يا عباس. يا مدام خليكي معايا، أنا ماليش دعوة بيه. اخصى عليك وعباس دلوقتي وبعتبيه بعدين، أنا عايز أمشي. 10 سنين 10 سنين جاي عندي عيل قد كده. أوعى تدي مفاتيح. هات المفاتيح اللي أوعى. تعالى هنا، تعالى اقف هنا، اقف هنا، اقف هنا، فضايح. طيب مفتاح اخصى عليك يا مدام لو سمحتي خليه يديه المفاتيح، عايز امشي. هو مش هيقدر يديك المفتاح. يعني ايه مش هيقدر يديك؟ مش هيقدر. يعني ايه؟ صعب. انا مربياه اللي اقول له عليه خلاص. ايه مربياه يعني ايه؟ ياخد حاجة الناس. شايف؟ شايف؟ شايف التربية الخايبة بتاعتك؟ يا مدام انا ماليش دعوة بالتربية، انا عايز مفتاح، عايز امشي. اخصى يا عباس، اخصى. زعلانة. هات يا ابني المفتاح. مش هيقدر حضرتك. يعني ايه مش هيقدر؟ مش هيقدر يعني. يعني هي دراع ولا ايه بالظبط؟ بص حضرتك من الاخر بس. أيوة. عشان تبقى هادي. اه ما انا مش هادي اهو. الموضوع ليه الانفعال ده؟ انا مش منفعل لسه. ليه الانفعال؟ انا ما انفعلتش. كل الجيل الجديد كده. جيل جديد ايه وجيل قديم ايه؟ طب خد تاكسي على حسابي. تاكسي على حسابي؟ اهنا واحده وهصرف على غيري، واحده وهطلع من جيبي ودي. مدام انا مش هسيب عربيتي ومحدش هيحط ايده فيها، واللي هيحط ايده على العربيه دي هقطعها له. طيب ناخد حضرتك وتروح لسيد انتريه. يا مدام انا مش رايح لحد، انا عايز اروح شغل. مامته ست طيبه جدا وعنده ست اخوات. انا مالي؟ انا مالي بمامته وبست الاخوات؟ انا مالي؟ انا ليا مفتيحي وامشي. يعني اجي احكي حتى للراجل عنك مش طايق يسمع حاجه عنك؟ يعني مالك انت مرتبط ولا متجوز ولا خاطب ولا مطلق؟ الناس كلها مش بتسال بعضها اسئله عاديه؟ هي دي اسئله عاديه برضه. انت ليه منفعل؟ انا مش منفعل. اهي دي انا مش منفعل اهو. دي تركيبه برج الجوزاء. انت الجوزاء يا ست؟ جوزاء ولا نيله حتى ولا عفاريت زرق؟ انا عايز امشي من غير ما تتنرفز حضرتك. انا مش متنرفز. ممكن اعرف حضرتك بتشتغل ايه؟ بشتغل فوربي، بشتغل سقه. انت مالك؟ ممكن تهدى؟ تسرحي سؤالك يا مدام زكيه. خدي سرحيها انت، ارجوك تهدى. الحياه مش كده، كل حاجه قفش كده. الو. ايوه يا انتريه، انا معاك يا سيد انتريه. ايوه بقول لك ايه، دلوقتي عندنا تانك حصل مفتاح اترمى فيه، يتحل في قد ايه يعني؟ يومين. يومين ويرجع تمام. ميرسي جدا يا سيد. ميرسي يا انتريه. الاستاذ تاخده قدامك على التروسيك وتطلع بيه على المعادي، هو ساكن في المعادي، وبعد كده تتفق معاه على مواعيد شغله. الصبحيه تاخده على الترسيك وتديه الشغل، وبالليل ترجع ترجعه البيت. اتصرف معاه وظبط مواعيده. حاضر. ميرسي لحضرتك. ميرسي على ايه؟ على انك وافقت. وافقت على ايه؟ الله، اما نادعت هاني ليه حضرتك؟ انا نادعته عشان يريحك. يريحني ازاي يعني؟ ريحتك على الترسيك لحضرتك. ترسيك ليه؟ امال ايه حضرتك عايز ايه؟ عايز ايه ايه؟ عايز عربيتي، عايز المفتاح بتاع العربيه. حضرتك مرتبط؟ انت مالك؟ انا مرتبط ولا متزفت؟ ايه القسوه دي؟ ايه اللي حاصل؟ ايه اللي حاصل للشباب اليومين دول؟ جرانتك اهو مجانين. عيب كده. عيب. عيب ايه؟ حضرتك انفعال زي ده يجيب لك سكر. والله؟ ايوه. انت مالك انت؟ يجي لي سكر ولا زفت؟ بعد الشر عليك من الزفت. ليه يجي لك زفت يعني؟ انت شاب زي الورد. واللي بتعمليه ده ايه؟ انا عملت فيك ايه؟ عملت ايه؟ ده انت جننتيني. لا حضرتك منفعل انفعال اوفر ملوش اي قيمه بصراحه. انت بارده على فكره. ايه بارده دي يعني؟ بارده يعني ايه بارده؟ انا شايف يعني. ثانية واحدة. أيوة يا نانا. حاضر يا حبيبتي. عينيا الاتنين. هبعتها لك اهي. خد واديها لها. في ايه؟ لا
لا مفيش حاجة، ده كل الحكاية إن أنا في المحطة. ده أصوات أوتوبيسات. عايزة حاجة؟ يا بلا 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 بيا بلا 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 بيا بلا 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 بيا. عباس أنا نازل غدا منهور، هتيجي عربية الشركة هتنزل التموين عندنا هنا، تفتح الخزنة وتديهم 15,000 جنيه، خلاص؟ المفاتيح اهي بتاعت المكان والخزنة، يلا. يا خبر، المفاتيح وقعت في التانك. مفاتيح الراجل وقعت في التانك؟ لا مفاتيح حضرتك وقعت في التانك. المفاتيح بتاعتك كمان؟ أيوه. مفاتيحنا احنا؟ ايوه فندم. مفاتيح الخزنة والمكان؟ ايوه. اخسى عليك يا عباس، اخسى عليك. على فكرة تعرف حضرتك انا بعامله زي اخويا الصغير بالظبط، جاله هرش في ايديه عالجته على حسابي. هرش ايه؟ انا داخلي ايه بالهرش؟ طلعت مده جزمه مش عارف بتنور ولا ايه، جبتها له. جزمه ايه وهرش ايه؟ حرمان من حاجه. انت ما تعرفش عباس ده بالنسبه لي ايه؟ ده انا مربيها جاي لي قد كده، اخص عليك. فاكر لما جيت وانت بتعيط؟ انا عايز مفاتيحي. نفسي احلق حلاقه كابوريا بتاع مهزكي. انا مالي ومال كابوريا؟ يعني ايه اعمل لك ايه؟ عايز امشي. حضرتك دلوقتي انا مسافر. طيب ما تسافر بالسلامة، سيب العربية. سيب العربية واسافر ماشي. ليه حضرتك تاخد تاكسي على حسابي؟ تاكسي على حسابك ما انا ماشي. طب ايه اللي اعمله دلوقتي حضرتك؟ عايز مفاتيح. طب انت اديك رفيعة، تعالى طلعه وريني تطلع ازاي من التانك. هدخل ايدي جوه التانك؟ طب اعمل ايه حضرتك؟ ما انا ماليش حل. انا عايز امشي. حضرتك مرتبط؟ يا دي ايه دخل ده بده؟ متجوز. حضرتك متجوز؟ متجوز. مع انك صغير. ايه دخلي ده بدأ؟ جايبالي عروسة، انا عايز مفاتيح عشان امشي. لا ما هو دلوقتي الراجل مش فاهم، فهمه بقى، بيقولك مش فاهم. انا دلوقتي دخلت احط بنزين في العربية. اه. بتحدف له مفاتيحها وقعت. مين دي اللي بتحدف له؟ الست دي بتحدف له. تاني الست. وبعدين تاني. بقى اللهم طولك يا روح. هو ده الاوبجيكشن بقى. مادموزيل حضرتك. مادموزيل. ست مدام مش خصنيش انا. لا بس يخصني انا. انا دلوقتي عايز مفاتيح عشان امشي. دلوقتي حضرتك انا داخل احط بنزين في العربية. ايوه. ست بتحدف له المفاتيح. انسه وقلت لك قبل كده انا مدموزيل. بتحدف له مفاتيحها الانسه الطفله دي بتحدف له. ما تهزقنيش لان انا في. انا اقول لك مدام تقولي لي انسه. عندي عمال. عندي عمال هتضربوني يعني. لا عيب تقول. هو ايه اللي انت كده بتهزقني حضرتك؟ دلوقتي حضرتك بتحدف له المفاتيح بتاعتها. المفاتيح بتاعتها وقعت في التانك عندي. انا عايز امشي، مش راضيه تديني مفاتيح عشان امشي. دلوقتي حضرتك انا دخلت احط بنزين، حذفت المفاتيح للاخ. مين دي اللي حذفت؟ انت. ما يتحدش انت. امال اقول ايه؟ عيب عيب. ده انا هو ايه اللي عيب؟ انا زي خطيبتك. عيب. خطيبتي؟ ايوه. خطيبتي ايه ده؟ حضرتك بتزعق. يعني ايه بزعل؟ ايه انا بقالي 3 ساعات واقف عشان اخد مفاتيح. عاجبك يا عباس؟ حقك عليا. هدي راسك دلوقتي. لا 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 خلاص خلاص خلاص. ايه السلوك ده؟ بلا 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 بيا بلا 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 بيا بلا 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 بيا. انا دلوقتي عايزين مفاتيح، عايزين نمشي. انا نفسي. انا عايز امشي. نفسك تتقال. انا عايز مفاتيح انا بتاعت العربيه. امال انا امال مفاتيحك اللي في التانك؟ طب اسيب مفاتيحي في التانك عندك؟ واعمل لك ايه انا دلوقتي؟ بس بتقولي لي انت قاعدين. خلاص بس هتصلي بقى قدامك. استنى بس. استنى حضرتك. النهارده بقى النهارده اقعد مش فايت على خير. استني يا نعناع واسكتي. عايزين احنا المفاتيح بتاعتنا نمشي. ممكن؟ مفاتيحك وقعت في التانك. مفاتيحها هي. مفاتيحها وقعت في التانك. مقدرش.
سيب هتخبى هات المفاتيح طبعا المفاتيح. ايوه خالص يا سلام اشتري من نفسك المفاتيح. ايوه هات يا شد المفاتيح عايز امشي. تذكرتين اسكندريه سمعت؟ نعم تذكرتين اسكندريه سمعت؟ هذه الثانيه واحده. ايوه ايوه قاعده في الشباك يعني يكون فين يا توت؟ ايه هو؟ انت لسه ما عملتش الغدا للعيال لحد دلوقتي؟ يعني ايه ما عرفتش؟ تتصرف يا توتي، الملوخيه اسهل حاجه. ايوه تسلق اللحمه وتحط شويه شوربه في الحله وتحط عليهم ثوم وكزبره وتسقط فيهم الملوخيه. طب يا دام لو سمعت الدروس هيمشي عايز تذكرتين لو سمحت. مش فاهمه ايه؟ عايز تذكرتين الدروس هيمشي لو سمحت. طب ما انت شايف حضرتك ثواني انا بتكلم ثواني حاضر. طب الاتوبيس هيستنى؟ نعم فندم. الاتوبيس مش هيستنى. ايوه يا حبيبي ايوه يا توتي. لما تغلي بقى ايوه انت تسقط فيهم الملوخيه ولما تغلي تطش الطشه. طشه ايه يعني هتكون طشه ايه؟ طشه يا مدام الاتوبيس هيمشي انا مالي من يغلي من الطشه. استنى يا اخي لو سمحت معايا التليفون. انا ذنبي ايه الاتوبيس هيمشي يا مدام؟ انا ذنبي ايه؟ انا داخل ايه الاتوبيس هيمشي؟ ذنبي ايه بس؟ صبري يا اخي مش يا ست انا عايز امشي. مالك يا اخ؟ هو مفيش انسانيه بتقول لك العيال جعانين. نسيت زمان ده انا لقيت بقالي ساعه بس واقف مش كده خمس دقايق يعني. بطبخت وهتطبخ الملوخيه والرز وهتاكل عيال في التليفون. انت خمس دقايق انت زعلان ليه يا سيدي انت؟ يا عم خلاص حر. لو سمحت يا بنات لو سمحت كل واحد يقعد ساكت. ده يا رب هنعمل مصيبه احنا هنا في المحطه. انت هتحط ده كله بعد كده تشهق في الحله. يا مدام لو سمحت عايز امشي. الملوخيه تبقى حلوه تشهق. يعني ايه تعمل كده؟ تعمل كده. ايوه بعد ما ترمي ايه في ايه؟ يعني ايه ما تعرفش تعمل كده؟ ايه يا توتي؟ في حد ما يعرفش يشق؟ يا مدام عايز امشي لو سمحت. ايوه لا ده قدامي واحد بيقول لي عايز امشي. اما اعمل له ايه؟ مش عارف اعمل له ايه؟ دي تذكرتين. ثانية واحدة حضرتك دلوقتي الراجل في المطبخ كتر خيره. انا ماليش دعوه بالراجل انا مالي من الراجل انا. يا ساتر يا اقعدي في البيت انت والطبخ انا ماليش انا ماليش حضرتك يا سيدي انت زعلان انت في ايه انت ما فرقتش بتقول لك عايز واقف في المطبخ انت يعني. مرتاح عايز تقعد انا عايز امشي ما فرقتش خمس دقايق مش مشكلتك انت لو سمحت يا استاذ يا لسه برضه كل واحد في حاله لو سمحت ده يوم ايه الاسود ده بلاش تعمل ملوخيه اعمل لهم مكرونه بالبشاميل هشرحها لك ايوه المكرونه كمان ايوه اشرحها لك تعملها ازاي هي دي شغلانه المكرونه بيجي حبه مكرونه بتحط تسلقهم على حبه ميه وبتطلعهم تحطهم في المصفى بيشرشبوا لما يشرشبوا ايوه يا مدام هنشرح مكرونه ورز لا يا استاذ لا يا استاذ انت بقيت صعب جدا صعب ايه بس انا مش فاهمك ده فين مدير المحطه ده ولا نظم المحطه انت عندك اولاد اقعدي في البيت عندي وعفاريت عندك انا عزمشي طب انت عندك عفاريت انا عندي اولاد لو انت حضرتك كنت مستعجل كنت تيجي من ساعه بدري انا بقالي ساعه واقف لا حضرتك من ساعه شرحت الملوخيه وشرحت مكرونه وشرحت رز وطي عليها خالص لحد ما تستوي يا ست وطي عليها جبوس. ايه ده وطي على ايدك بص عايز امشي استنى ايه ده ايه المصيبه دي سيبك ايه الا وطي على ايدك انا عايز امشي يعني الراجل دلوقتي انا بقالي ساعتين واقف انت عايز تطلع ولا ايه انت المصيبه اللي بتقولها دي جوزي بيسمعك دلوقتي تقول وطي على ايدك انا مالي من جوزك يا ست وطي على ايدك يا بصرا عيب كده يعني انت عندك كام عيله مدام خمسه بابا بيشتغل ايه بقى بابام بيشتغل ثلاث شغلانات حضرتك انت لسه هنعمل الصبح شغلانات وكفايه الطبيخ لسه هنعمل يشتغل ايه ابوهم عايز امشي لا تحترم الناس انا ناس وانتوا ناس ده انتوا قبله ايه ده انتوا قبله خلاص يا توتي ايه الكلام الفاضي اللي في التليفونات ده وده شغل ده يلا حبيبي باي يا حبيبي ايه الادب دي جايلك بقى يلا باي خلاص يا ست انت كسر التليفون ده تكسر ايه تكسره تكسر ايه ايوه كسره لا ده بتاع الحكومه انا مالي من الحكومه لا لا مالي انت كده طيرت البرج اللي في دماغي هو ده برج فيا وانت بيجي بقى خالص انت طيرت البرج وانت بيجي بقى خالص اهو بص اهو شايف اهو اتفضل اهو كده عاجبك ابقى قاعده كده عامله كده الناس اللي مش عارف انا ايه ده يا مدام لو سمحتي هتعامل معاك ازاي انا مش عارف هتعامل معاك استاذ ايه مفيش استاذ ولا دبت انا مش عارف انا هعمل معاك ايه اديكي بالجزمة انا مش عارف انا هقول لك على حاجه قدامي راجل مش عارف يتعامل مع الجنس الناعم هذا ايه بس راجل مين انت مش عارف تتعامل مع الجنس الناعم ناعم مين انت مش ناعم انت مش ناعم انا مش ناعم انت مش ناعم انت انسانه مش كويسه انا مش جنس ناعم انت انسانه مش كويسه انا مش جنس ناعم انت ما خلصتش
سمحت خلص ايه لو سمحت اديني تذكرتين انت لو راجل كنت تصرفت معاك التصرف مش كويس ما تخلينيش اتصرف تصرف خطا مع حضرتك ولا تقدر هديكي بالجزمه اعلى ما في خيلك اركبه هديكي بالجزمه مفيش استاذ مين اللي قعدك هنا اصلا انا مش فاهم انا ايه بيجيبوكم منين لا احترموا نفسكم بقى احترموا نفسكم عيب ايه ده تضرب يا صباحي ايوه اسكندريه ممكن ثواني لو تكرمت معلش ايوه يا توتي ايوه يا توتي هو انت لسه ما عملتش الغدا للعيال لحد دلوقتي يعني ايه ما عرفتش يعني ايه اتصرف يا توتي هو انت اول مره تطبخ لهم يعني ايه اول مره تعمل ملوخيه دي الملوخيه اسهل حاجه تسلق حته اللحمه وتحط شويه شوربه في الحله وتحط عليهم توم وكزبره وتسقط فيهم الملوخيه لما تغلي تطش الطشه ايه يعني لسه بطبخ له بالتليفون الطشه ايه اللي بتقول عليها يعني ايه يعني لما ايوه تطش الطشه الطشه انت ما تعرفش طيب بص بعد ما تطش الطشه انت بس ايشها انت بعد ما تطشها عشان الاكله تبقى طعمها حلو هي اصول عاملين الملوخيه كده ايوه افتكرت حاضر عينيا الاثنين انت تؤمرني حضرتك الله احنا هنا في خدمتك تحت امرك حضرتك هيا توتي ها بعد ما تشهق في الحله هتبقى الملوخيه حلوه زي العسل يا عم ده تطبخ في التليفون في ايه خلاص بلاش تعمل ملوخيه اعمل لهم مكرونه بالبشاميل هشرح لك ولا يهمك هشرح تعمل كوبك بقول لك مكرونه بالبشاميل مكرونه الصوت بيبعد ليه ايوه ده من كتير على التليفون لا حضرتك بخلص تليفوني انا سكت اهو قاعده بسمعك خلصت التليفون انا كده اللي عطلتها هي رفع السماعه بقى لها ساعه يعني اللي على خط زمنه مش ممشيش ما قدرش يمشي توتي سيبني يعني افضل ماسكه تليفون او ممكن يسيب التليفون يقدر انا عايز امشي استاذ المدير وصل ايه الاستاذ انا طالب تذكره بقالي 15 ساعة هنا عمالة تتكلمني في الملوخية والبتنجان وتامر وهيثم معرفش انا انتوا جايبينها ايه تتكلم في التليفونات ولا تشوف حق الناس اللي عايزة تمشي بمصالحها الله ما يعملش لقمة للولاد يا شغل سيبي في التليفون مشيني ايه ده؟ ايه؟ انت ما تعلمش بيا يا زكية خلاص مصالح المواطنين يا زكية حاضر عاوز يسافر وعاوز يشوف مصالحها يا زكية حاضر يا فندم حاضر يا فندم تحت امرك بس لعلمك غلط فيا بطريقة مش كويسة انا؟ هو قال لك المدير اتكلم معاه طب ما تتكلموا زي ما انا اتكلمت ايوه فاكيها ايوه يا ست لسه ما خلصش شغل غساله ايه مالها ما تسحبش صابون طب انا ما اعرفش الكلام ده طيب خد زكريا معاك اهي تفهم ايوه يا مدام تحت امر حضرتك هي ايه ما بتسحبش صابون طب بصي عشان انا عندي نفس المشكله لما تسحبش صابون انت كوري لها حته صابونه كده ايوه ادي ايدك كده وروح رميها في الباب واقفلي طوالي عشان ما تردش في وشي عاجبك انت كده الاستاذ انا عايز امشي ما انتش فاهم حضرتك دلوقتي بالظبط كده خلي بالي في ايه والله العظيم في ايه يا عم انت في ايه في ايه في ايه ليه كده ايوه يا حبيبي وبعدين تاخد الطشة والطشاه رشه ايه يا ست انت احنا واقفين في المطبخ الطشاه وتشقى بقى كده عشان الاكل يطلع من ايدك عايزين نتكلم عليها نعم عايزين ايه اللي بتقولي عليها في ايه احنا واقفين في المطبخ ده يعني انت مش عارفه الطشه حضرتك عارفه طب هو بيسال عليها في المطبخ مطبخ ايه كلنا عارفينك طب احنا هنا فين احنا الطبق اليوم احنا هنا مش تخبط كده عشان عيب على النظافه وقعدت في شغل عيب ده ما كان بيقول لي طفصه ومش طفصه طب عايزين نروح عايزين نمشي ده زبون كده مش فاهمه ايه حكايته ايه اللي حكايته انا عايز التذاكر بتاعتي هو خلص يا جماعه انت مالكش دعوه انا خلصت بقالنا ساعتين يا عم انا اتكلم وانا كده انت التوم
الله وتحطه على النار قبل ما يتحرق تتش بيه وانت بتطش. ايه يا تاني؟ في ايه حضرتك؟ في ايه؟ يعني حضرتك انت عارف؟ طب انت عارف ان عندي خمس اولاد قاعدين في البيت مفيش لقمة عندهم؟ هنا نعم بتشتغليش تشتغلي ليه؟ انت بتفهم في الطبيخ انت عشان تتكلم في الطبيخ؟ انا مالي انا بالطبيخ؟ انا مالي بالطبيخ؟ انت بتفهم في الطبيخ؟ في البيت مش هنا. لا يا حبيبي انا بكلم جوزي. انت بتتكلمش في الطبيخ؟ الاخت هي بتتكلم في الطبيخ. عايزين انت تتكلم في الطبيخ ومش عايزه اتكلم في البيت. انت عرفتني في عيلتك ايه اللي بتتكلمي؟ هقول لك على حاجه، انت مش بتعملي الطشه في البيت؟ بعمل الطشه في البيت. اكلم الراجل انا في البيت هقول له ايه؟ ماشي يا ذكيه، مش عاوزه حاجه؟ خد يا حبيبي ادي دي طنط شوشه. ماشي. في ايه؟ انا مش فاهمه كل حاجه كده.